أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد مع الحدث الانتخابي. ما أن وصلت الانتخابات عند خطواتها النهائية ومع وضوح أولى معطيات النتائج، انطلقت الكتل السياسية في نشاطها نحو تشكيل الائتلاف الأوسع أو إعادة هيكلة الائتلافات السابقة لتحقيق ما نادت به في خططها الانتخابية حول شكل الحكومة الجديدة، والتي لا يعلم أحد حتى الآن متى تنطلق للضوء في عهدها الجديد. وتبدو شدة النزاع بين توجهين أساسيين يتنافسان فيما بينهما. ينادي الأول بحكومة أغلبية سياسية تستطيع تجاوز معوقات المدة السابقة والتي تسببت حسب قوله بتعطيل عدد من القوانين أو إنجاز كل ما يخدم المواطن، واتجاه ثاني يجد في حكومة الشراكة الوطنية منقذا للوضع المتأزم في البلد وضمانا للعدالة في الوطن الواحد ومنعا لاستغلال السلطة وأن يأخذ كل مكون حقه في القرار السياسي الذي يقود كفة البلاد. وبين هذا وذاك يبذل الجميع أقصى الجهود علنا أو خفاء، مستخدما ما اختزنه من معطيات الماضي وأدوات اللعبة السياسية أو اللعب السياسي للوصول لحقيقة تشكيل الحكومة التي دعا إليها. ومع ابتداء هذا النزاع والعمل السياسي نتساءل متى تشهد الحكومة الجديدة الضوء لتبدأ عجلة البلاد بالانطلاق نحو عهد جديد. كل هذه التساؤلات ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. دعونا نشاهد هذا الاستطلاع الذي أعده فريق البرنامج. الشراكة أو الأغلبية خياران مختلفان، إلا أن كل واحد منها بات شعارا ضروريا لكتلة سياسية أرادت منافسة الأخرى على منصب رئيس الوزراء الذي سيخوض في أروقة النقاشات المعلنة وغير المعلنة بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. إذا ما نظرنا إلى المسميات التي تطلق في الساحة السياسية، حكومة شراكة، حكومة أغلبية، حكومة توافق، يعني ربما هذه المسميات تغدو جميلة، لكن تطبيقها على أرض الواقع ليس بالأمر الهين. حكومة الأغلبية أو حكومة الشراكة الوطنية تحتاج إلى توافق، هذا التوافق الذي كان مسألة مهمة بالنسبة للعراقيين منذ العام 2003 وحتى هذه اللحظة. بالنتيجة اليوم البيت السياسي الشيعي، التحالف الوطني، أغلبيته لا يؤيد هذا الموضوع، لا يؤيد الأغلبية سوى دولة القانون، وبالنتيجة فليس هناك أمل حقيقي في تمرير مثل هكذا حكومة أغلبية. وبما أن تجربة الشراكة التي استخدمت في تفاصيل الحكومتين السابقتين قد فشلت في نظر المواطن، فإن الأغلبية قد تكون الحل كما يقول. الشكل حكومة أغلبية لا تصير حكومة محاصصة، لأن حكومة المحاصصة أخفقت، ما سوى شيء للشعب. كل من المحاصصة كل من يدور حصة، الحزبة وكتلته وجماعته. أنا أؤمن بالأغلبية السياسية، لا أؤمن بالشراكة الوطنية، لأن سبق وأن عندنا تجارب والعاقل يستند على تجارب مسبقة. نحن مع حكومة الأغلبية السياسية المريحة، لأن جربنا حكومة المحاصصة والشراكة الوطنية خلال الثمان سنوات الماضية، لأن شفناها ما أدت أي شيء سوى الأزمات وتعطيل قوانين البرلمان. وبكل الأحوال، فإن من ترشحهم الكتل السياسية لمنصب رئيس الوزراء أو لغيره لا يخضع لقانون معين، بانتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج قد تغير الواقع أو قد لا تغير. نرحب بضيوفنا في الحدث الانتخابي، الدكتور نبيل محمد سليم عضو كتلة متحدون، والدكتور عدنان سراج عضو ائتلاف دولة القانون. أهلا وسهلا بكم. وأبدأ بسؤالي للدكتور عدنان سراج، ما هو شكل الحكومة القادمة؟ مثل ما شاهدنا هذا التقرير اليوم تحدث المواطن عن أزمات في حكومة الشراكة الوطنية، هذا اليوم نريد نتحدث عن شكل الحكومة الأغلبية السياسية اللي نادى بها أو نادت بها ائتلاف دولة القانون. يعني بالنسبة لدولة القانون، التجربة السابقة هي كانت حسب ما قيل أنه يدير الحكومة، وبالتالي أصبحت دولة القانون معنية في قضية تتعلق بطرح برنامج، وهذا البرنامج يتفق مع الانتخابات التي حصلت ويتفق مع نسبة المقاعد التي سيحصدها دولة القانون حتى يطرح البرنامج. لعلك في سؤالك قد نسيتي بأننا في دولة القانون
وعلى يعني خلاف ما كان يدعوه الجميع. بدأنا فعلا بحكومة الأغلبية السياسية قبل أكثر من 3 سنوات عندما طرحنا مشروع استبدال النظام البرلماني الدستوري بنظام رئاسي دستوري، ولكن اصطدمنا بعقبة الدستور الذي لا يسمح بتغيير هذه المادة إلا بعد جهد جهيد واستفتاء وإعادة تغيير مادة اللي هي الآن 34 مادة في الدستور يريدون تغييرها من غيره. فلذلك احنا الآن في هذا البرنامج الذي بدأنا به قبل 3 سنوات طرحنا هذا المبدأ، طرحنا مبدأ حكومة الأغلبية السياسية، طرحناها على عناوين، والعناوين أخذت أبعاد مختلفة، واحدة منها جانب قابلية حكومة الأغلبية في تطبيقها على المستوى العراقي، قابلية الشعب في قبولها، قابلية الكتل السياسية في قبولها. وصلنا إلى جملة من الأفكار، وصلنا إلى جملة من البرامج، وصلنا إلى جملة من المشاريع، وهذه المشاريع رسمت لها أهداف. حقيقة ما رسم لهذا المخطط في تقديري دخلنا الانتخابات كان ناجح، والسبب في ذلك من نشرنا هذا المفهوم ومن حاولنا أن نحاور بهذا المفهوم. لكن دكتور البعض يفهم أنها إقصاء للآخر. لا لا، هي موضوع آخر. أنا أحكي شون إحنا وصلناها وشون الناس قبلت بهذا المفهوم. يعني أنا وصلت هالنتيجة، أشوف إنه النتيجة اللي إحنا بدينا بها حصدنا يعني، وكل المؤشرات تشير إلى ذلك. أريد أفهم شنو أدلتكم على قبول الناس لحكومة الأغلبية السياسية؟ المقاعد اللي حصدناها، لأن حصلنا مقاعد أعتقد في فرق عن كل الكتل السياسية بأكثر. لكن النتائج ما زالت أولية، شلون تأكدت؟ لا، المؤشرات واضحة، أكو بعض المؤشرات واضحة عندنا، ممكن النتائج النهائية غير واضحة، ولكن المؤشرات واضحة أن دولة القانون تتقدم في أكثر من محافظة على بقية الكتل الأخرى. لكن كل الناخبين كانوا متفقين أن البرنامج السياسي لدولة القانون هو كان برنامج الحكومة الأغلبية السياسية. أنا أفهم من كلامك أنه كل الناخبين انتخبوا دولة القانون على هذا البرنامج بالتحديد فقط؟ تقريبا، يعني تقريبا أغلب الناخبين اللي انتخبوا ما سألوا سؤال آخر، سألوا أريد حكومة قوية، أريد الأمن، أريد أن هاي الحكومة شلون تقدر تطبق أهدافها، أريد قائد قوي، وهكذا طرحت الأفكار. شنو اللي راح تختلف حكومة الأغلبية بكثير السياسية عن حكومة الشراكة الوطنية؟ بكثير. هي حكومة الشراكة الوطنية لو أحسن أدائها كان نجحت، ولكن الظاهر لن يحسن أدائها، لأن الجميع أرادوا يركبون يعني سفينة عدم النجاة، سفينة الغرق، كل واحد يريد يزم الدفة بإيده، وبالتالي أصبحت هذه السفينة بدون ربان لكثرة ربابينها. أنا أعتقد اليوم حكومة الشراكة، لكن إجابة صريحة، من كان المعرقل لأداء الحكومة العراقية؟ والله كتل عديدة وبرامج وأجندات خارجية تلعب دور كبير في فشل التجربة العراقية، وهؤلاء لعبوا دور، وأيضا هناك كانت أدوات من الداخل. هم الكتل؟ خلينا نتحدث بصراحة. أنا حقيقة ككتل بشكل مباشر، طبعا تعرفين القائمة العراقية اتخذ موقف من العملية السياسية، وأغلب وزراء كانوا يقاطعون، أغلب نواب كانوا يقاطعون الواقع، لأن يعتبروها قضية تعلق بالمالكي بالخصوص ودولة القانون بالخصوص. كانت الحرب تجري بهذا الاتجاه. هسه انا ما اريد اتهمهم بهذا الاتجاه، هم عندهم وجهه نظر، ولكن ايضا هم كانوا معرقلين رقم يعني واحد. افهم من كلامك انه الصدري ايضا كان معرقل. احد الكتل المعرقله للحكومه العراقيه هي الكتله او القائمه العراقيه. انذاك خلي اتوجه بسؤالي الى الدكتور نبيل. دكتور نبيل، تحدث الدكتور عدنان السراج عن عرقله حكومة الشراكة الوطنية، هذا اليوم يتحدثون عن حكومة أغلبية سياسية، وأنتم تطلبون حكومة شراكة وطنية، أين تقف قائمة متحدون للإصلاح من هذا الموضوع؟ نعم. يعني ابتداء إذا ردنا الحديث عن حكومة أغلبية سياسية، يجب أن نؤسس للأغلبية السياسية لما قبل الانتخابات، بمعنى آخر أن العملية الانتخابية الديمقراطية يجب أن تقوم على أساس الأغلبية السياسية، يعني أحزاب قائمة على أساس مكونات، قائمة على أساس قوميات. نعم. هذه لن تنجح في تقديم حكومة أغلبية. نعم. يفترض أن يكون هناك أحزاب مكوناتها من مختلف الطوائف، مختلف الشرائح، يعني الحكومة حكومة الشراكة الوطنية، حتى ننجح في مثل هذا المفهوم يجب أن نؤسس له. نعم. أما أن تكون انتخابات أحزاب قائمة على أساس طائفي بحت، إحنا اليوم كنا نعرف أن هذه الأحزاب من طائفة معينة، تلك من طائفة أخرى، ذلك من قومية، وهكذا. هذه هي الأحزاب التي دخلت في الانتخابات، الناتج مالها لا يمكن أن يشكل حكومة أغلبية سياسية بمفهوم الأغلبية السياسية العلمي. نعم. أما إذا حسبناه على عدد الأصوات، فأعتقد أيضا ليس هناك من كتلة قادرة أن تحصل على أغلبية مريحة بحيث تعطيها القدرة على تشكيل حكومة من هذا النوع. نحن
يعني ايضا يعني انت وفق النتائج يشكك على قدرة اي كتلة في لا أعتقد تشكيل أن حكومات نعم اغلبية سياسية. مهما كانت النتائج تحصل عليها اي من الكتل لن تستطيع ان تشكل مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر. من ناحية اخرى بماذا راح تختلف حكومة الشراكة الوطنية عن الحكومة السابقة؟ احنا خلينا نحدد اول المفاهيم. يعني الان حتى حكومة الشراكة الوطنية مفهوم خاطئ. عندما أقول شراكة بمعنى أن لكل واحد حصة، بمعنى سنعود إلى موضوع الحصص، لكل كتلة أو مكون أو ما شابه حصة. لكن شنو مفهوم الشراكة عندكم؟ المفروض أن يكون هناك مفهوم للمشاركة وليس الشراكة. المشاركة شيء يختلف عن الشراكة. الشراكة لي حصة أخذ هذه الحصة، ما أعطيتني الحصة أخرج من هذه الشراكة. بالمشاركة لا، هناك مدى أوسع أن يشارك الجميع ويشارك الأفضل من كل المكونات، من كل الشرائح، الفئات، الأحزاب، الكتل إلى آخره، ويكون هنا هناك اتفاق. هل تعتقد أن بحكومة الأغلبية السياسية ما راح يكون لكم مشاركة؟ راح يكون المشاركة، يعني المشاركة ليست مهمة بقدر ما ستكون فعالية هذه المشاركة. أنا لدي 5 أو 6 أو 10 وزراء، لكن لا يستطيعون أن يشاركوا مشاركة فعلية في القرارات، وخاصة القرارات الحيوية المهمة الاستراتيجية. ما فائدة مثل هذه المشاركة؟ لا، ستفقد كل معنى أو جوهر له. وهذا هو اللي حصل في المرحلة السابقة عندما أقصيت كثير من الكتل أو المكونات عن القرار، وخاصة السياسي والأمني، فشلت هذه الحكومة. إذا أردنا نجاح مثل هذه الحكومة يجب أن يشارك الجميع في مناقشة السياسات وإقرار هذه السياسات واتخاذ القرارات بشأنها. عند ذاك سيتحمل الكل المسؤولية، ولن يتحملها شخص واحد كأن يكون رئيس مجلس الوزراء أو وزير معين، أو ستكون المسؤولية تضامنية. دعني ما حصل هو خلاف لذلك في المرحلة السابقة. دعني انتقل إلى الدكتور عدنان. هذا اليوم دكتور نبيل شكك في أن أي كتلة غير قادرة على تشكيل حكومة أغلبية سياسية. لا، يعني إذا هكذا كان العالم ما يقدر يسوي حكومة ومعارضة وفق النتائج. يعني العالم كله يصير بهذه الاتجاهات اللي يجمع أصواته وكذا. بس لكن أنا أريد أقول شغلة واحدة اللي قد يكون أستاذ دكتور نبيل يعني غفل عنها كثيرا. مسألة تتعلق في مسألة حكومة الأغلبية السياسية، هي ليست حكومية أكثرية حزب أو مكون، هي ليس بهذا المعنى. إحنا الآن خلينا نطرح مسألة مهمة في كل. لكن تحدث إنه هذا اليوم يشاهد إنه كل كتلة بنت على طائفة معينة. لا، هذه الكتلة الكبيرة. هذه سحجي شبيه، هسه أنا حجبيها، وأنا هذا اللي قصدي. اليوم أنا أقول اليوم من تشكل أي قائمة معينة، هل شكلت بعناوينها الشيعية والسنية والكردية؟ ما أعتقد استغلت هذه العبارات. ولكن أنا أقول لك محافظة البصرة تقدرين تقولين هذول سنة بيهم سنة قليلين وبيهم شيعة كثيرين، الأنبار مغلقة سنية، يعني شلون يترشح سني منها وشيعي؟ هذه قضية مضمونة بعناوينها التالية. مجلس النواب في الدورة السابقة حكومة مشاركة، حكومة محاصصة، نعم، حكومة شراكة، شو تسميها سميها. أصبح مجلس النواب اللي هو تحصيل حاصل بيه الكردي وبيه العربي وبيه السني وبيه الشيعي وبيه التركماني، من ينتخب يجي هنا. من يجي هنا هو الأصل هنا شرع تشريعات. إذا يريد يشكل أغلبية من كتل تدعم الحكومة يجب أن لا تكون أنظارهم على الحكومة أكثر ما تكون أنظارهم على مجلس النواب. يعني بمعنى الحكومة يجب أن تترك للجهاز التنفيذي، هو ينفذ، هو خارج من رحم مجلس النواب. مجلس النواب ممثلين شعب، بينما الحكومة ليس ممثلين شعب، ممثلين شعب. يعني هؤلاء ينتخبون الحكومة والحكومة تنفذ مشاريع هذه. الحكومة تحتاج أكثرية وين؟ تحتاجها بداخل مجلس النواب، ما تحتاجها في داخل الحكومة. الحكومة يتفق على إدائها، حكومة تكنوقراط، حكومة مشاركة، حكومة تسميها، بس لكن يجب أن تكون حكومة تكنوقراط تتمتع بالخبرة والشفافية والموضوعية. يعني أنا أفهم من كلامك، أفهم من كلامك دكتور عدنان، حينما تكون حكومة أغلبية سياسية راح يكون يعني يمكن اختيار لرئيس الوزراء من التكنوقراط، من ممتاز، الناس الكفؤين النزيهين، أو هم راح نرجع بعدين إلى المجاملات أو الاتفاقيات خلف الكواليس، خلف الكواليس وباختيار ناس يعني أنا أقول لك يكون ولاءهم للحزب وللطائفة. كلامك جدا سليم. أقول لك قبل 3 أيام 4 أيام يمكن نقلت للزميل الدكتور نبيل، إحنا اجتمعنا برئيس وزراء ودعانا إلى اجتماع وحشانا عن حكومة الأغلبية قبل الانتخابات ب3 أيام أو 4 أيام،
وكان حضور إعلامي وحضور بعض النواب لدولة القانون وطرح مسألة الأكثرية، وسألناه عن الحكومة نفس السؤال، نفس الاستفسار بالضبط مختلف، قال إذا ترك لي الحكومة فيجب أن تكون حكومة شفافة، وزير أختار أنا، ويجب أن يكون شفاف ونزيه وعابر للطائفية وعابر للقومية، ويكون متفق عليه وكفو ونزيه حجاب النص. فلذلك كذلك اليوم صدر بيان، وجه خطاب رئيس الوزراء أو وجه رسالة إلى كل الكتل السياسية إلى قادتها، شرح به هذا المعنى، معنى حكومة الأكثرية السياسية المبنية على هذا الأساس. أنا أريد أقول ليش احنا نوجه انظارنا للسلطه ونعتبر السلطه هي الحكومه وهي التي تضمن المكونات، يعني تقول لك اذا انا عندي وزير يضمن مكوني، لا، لكن اللعبه الديمقراطيه اذا نتحدث عن اللعبه الديمقراطيه يعني على الجميع ايضا ان يشاركوا في صنع القرار السياسي. وين؟ في اللعبه وين؟ الديمقراطيه وين؟ وهذا اليوم نحتاج انه ايضا شراكه في صنع القرار السياسي. وين يصنعوا؟ وين يصنعوا؟ يصنعوا الكتل السياسيه فيما بينها في 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 نوعيه تحالفاته، في نوعيه تفاهماته، يصنعوه داخل التشريعات في مجلس النواب. أما الحكومة، الحكومة عندها صلاحيات، حكومة تعطيه تشريع يقول لي لننفذ هذا التشريع، عندي وزراء يا بوزراء كفؤين نفذوا، إذا فشلوا مجلس النواب يقول لك هذول فشلوا، راقبناهم جيبناهم، أما نحاسبهم أو أنت تحاسبهم. هاي القضية صناعة القرار يجب أن لا تكون على حساب الصلاحيات، يعني هذه أرفض رفضا قاطعا أي صلاحية الدخل. ليش؟ لأنه تقيديه. اليوم من تقيديه تقول لي والله أني أنت وزير دفاع تعال أنا شاركك بالقرار، شنو شو شاركك بالقرار؟ شاركك بالقرار في إنجاز، أنا أقصد القرار السياسي. ممتاز، هذا إرادة مجلس، هذا إرادة. إحنا عندنا مجلس اتحادي مصاير، عندنا مجالس، هاي المجالس هي تصنع القرارات السياسية. أما ما حكومة ما تصنع قرارات سياسية، حكومة جهة تنفيذية تنفذ، ممكن بها سياسيين، ممكن ترسم سياسة الدولة، ولكن من اللي يحددها؟ حددها مجلسين، يعني مجلس الاتحادي ومجلس النواب، تمام؟ لو رئاسة الجمهورية، فأكو محددات إلها. إحنا هاي ما فعلناها، إحنا هاي مشكلتنا ما فعلناها، هاي تفعيلها. ليش؟ لأنه كل جهة تعتبر الحكومة الأغلبية السياسية هي اللي راح ترتب هذه الأمور كلها؟ في تقديري 100%، في تقديري إذا نجحت بهذه المواصفات اللي نحكي بها، وإحنا مصممين على ذلك طبعا بالمناسبة. دعني أخذ رأي الدكتور نبيل. دكتور نبيل، سمعت الكلام للدكتور عدنان السراج، أريد أعرف رأيك يعني باللي تحدث عليه. يعني ابتداء مجلس النواب أو المجلس الاتحادي الذي لم يشكل حتى الآن وظيفته تشريعية، يفترض أن يشرع قوانين، وهذه القوانين على الحكومة أن تنفذها، ومن ثم يجري تجري. لكن كان ضعيف جدا في تشريع قوانين مهمة تخدم المواطن. الحكومة على إنجازاته ليس على شخصياته، على إنجازاته. الذي حصل أن مجلس النواب أخذت منه صلاحية التشريع وأصبحت من أخذها؟ الحكومة أخذته وأصبحت مشاريع القوانين من حق الحكومة. يعني فقط أنت تقصد أن الحكومة المركزية تجاوزت على سلطة مجلس النواب التشريعية التي انبثقت عنها. في كل العالم مجلس النواب أو البرلمان هو الذي يشرع القوانين، هو وحده الذي لديه صلاحية تشريع القوانين. للحكومة حق الاقتراح، اقتراح القوانين، لكن التشريع محصور بيد الآن مجلس النواب في الدورة السابقة نتحدث لا يستطيع أن يشرع القوانين إذا ارتأى هو تشريع قانون في مجال ما. فقط الحكومة ترسل مشاريع القوانين ويناقشها مجلس النواب ويقرها، ثم تأخذ الآليات الأخرى سواء صودق عليها أو لم يصدق. أخذ هذه الصلاحية من مجلس النواب طبعا أضعف المجلس كثيرا، وأفقد معنى توازن السلطات، يعني أفرغها من محتوى. هذا الثاني. أيضا الوظيفة الثانية يعني وهي المهمة أيضا هي مراقبة الحكومة. يعني هذا كلها لأن كانت الحكومة يمكن حكومة شراكة، يعني إذا الآن تنادون أنتم حكومة شراكة، يعني إذا هم حكومة شراكة شلون راح نتجاوز مثل هذه العقبات؟ أولا يجب أن نحترم الدستور، اثنين يجب أن نحترم مبادئ الديمقراطية. أولى مبادئ الديمقراطية هو الفصل بين السلطات. الدستور موجود حتى بالسنوات السابقة. نعم، نحن تجاوزنا كثيرا على الدستور في معظم، يعني كان يفسر الدستور حسب أهواء ومصالح. أنا أريد أعرف من يضمن أن ما راح نتجاوز بالمستقبل؟ يعني إحنا إذا يعني لم نلتزم بالدستور كوثيقة، أعلى وثيقة يفترض أن يعني تلزم الجميع، الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية والشعب وإلى آخره، معناه أنه لن نستطيع أن نفعل شيء. يجب أولا أن نتربى على ثقافة احترام الدستور واحترام الآليات الديمقراطية. اثنين أيضا مجلس النواب صلاحيته في المراقبة ومحاسبة الحكومة أيضا
تكاد تكون اختفت في الدورة السابقة. شنو السبب؟ وبالتالي أيضا لأن الحكومة يعني أخذت كل الأدوار وحاولت أن تفرض هيمنتها على مجلس النواب وحتى على السلطة القضائية. كثير من القرارات السلطة القضائية كانت قرارات مسيسة وليست قرارات قانونية بحتة بالفعل وممكن أن يعني تنسجم مع المصلحة العامة. وبالتالي أصبح هناك لدينا صراع ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويفترض في النظام الديمقراطي أن يكون هناك تعاون ما بين هذه السلطات وليس تنافس أو صراع. سبب الشراكة سببها عدم التفاهم، سببها عدم وجود يعني كابينة وزارية كفوءة، لأنه كثير من الوزراء لم يكونوا بمستوى المسؤولية، وهذا طبعا يعني لا يعود فقط إلى كتلة معينة ولا هو ذنب رئيس مجلس الوزراء، كل مشتركين، وإنما الكل يشتركون فيه، لأنه لو قدم الكل الأفضل ولو فهم تماما ما هي يعني وظيفة الوزير عندما يصبح وزيرا وحتى النائب عندما يصبح نائبا. يعني أنا نائب مرشح عن الكتلة الفلانية، لكن من أكون في مجلس النواب يجب أن أسعى للمصلحة العامة وليس لمصلحة كتلة فقط. نعم الكتلة ممكن تكون إلى توجه سياسة معينة، نظرة معينة حول مسألة مهمة وحيوية، نعم أقف ضد هذا وأقول هذا رأيي أعارض أو أقبل. دعني أنتقل إلى الدكتور عدنان السراج. اتكلم دكتور نبيل كلام مهم جدا، أنه الحكومة المركزية همشت دور مجلس النواب التشريعي وأيضا سيطرت على القضاء وعلى مفاصل الدولة. هذا اليوم الخلافات القوية بين مجلس النواب التشريعي والحكومة التنفيذية عطلت كثير من القوانين مثل ما تحدث بسبب هيمنة الحكومة المركزية على مفاصل القرار وأيضا على القضاء. لا أميل إلى هذا الرأي جملة وتفصيلا. هذا الرأي يعني مع احترامي للدكتور نبيل أوقع نفسه في الجانب النظري السياسي، احنا نحكي عن الجانب العملي، الحكومة لا تعمل بالسياسة. لكن هذا اليوم المواطن أيضا يشاهد الخلافات القوية بين مجلس النواب التشريعي والحكومة التنفيذية. الحكومة لا يمكن بأي صورة من الصور أن تخالف التشريعات، لا يمكن أن تطبق تشريعات، هي تقترح تشريعات وترفعها إلى مجلس النواب، مجلس النواب يشرحها ثم يرجع للحكومة لسبب واحد، الحكومة ليست حكومة نور المالكي. إذا كنا نقصد أنه نور المالكي هو الذي سيطر على الحكومة هذا حكي، أما إذا نقول كحكومة الحكومة أغلبها ليس نور المالكي، إحنا اثنين عندنا فقط وزراء، أكو سبعة من التيار الصدري، لكن تحدث أنه رئيس الوزراء كان مسيطر على القضاء لا لا وأيضا لا إذا على كان هذا حديث آخر. الحكومة هي حكومة مشاركة فعلية، أكثر من 16 شهر أصلا ما يداومون هم، وقسم منهم يدزوها بالوكالة وقسم منهم يبدلوهم وقسم منهم يعني الكتل مسيطر عليه أكثر من رئيس وزراء، وقالها كم مرة رئيس وزراء. وبالتالي تيار الصدر عندي 6 وزراء 7 الأكراد 5 6 وزراء، العراقية عندهم كذا وزراء. وبالتالي إحنا الآن نتكلم عن قضية لا تتعلق بنور المالكة وسيطرة، هاي واحدة. ثانيا لا يمكن بأي صورة من الصور ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشرع نور المالكي تشريعا ثم يطبقه بأي حال من الأحوال. لحد هذه الدقيقة لن تؤشر مؤشرات أنه مجلس الوزراء شرع قانون وطبقه، لكن يمكن. تحدث أيضا دكتور خلي تحدث دكتور يعني لم أقول أن الحكومة تشرع، الحكومة لا تستطيع تشرع، لا تحدث أنه تهميش نقطة وقال هم يشرعون هم يطبقون. لا أنا ما قلت هذا، يفترض أن التشريع يتم عن طريق مجلس النواب أو البرلمان. صحيح. في أي بلد من البلدان. لكن أنت حملت دولة رئيس الوزراء تهميش مجلس النواب التشريع. سلطة التشريع باقتراح القوانين ومشاريع القوانين في مجلس النواب أخذت من مجلس النواب وأعطيت الحكومة، من حق الحكومة فقط أن تقترح. هذا قانون، هذا الدستور. لا هذا الدستور سيدي العزيز. لا خلي مجلس النواب ليس من حقه أن يقترح. ما فائدة مجلس النواب؟ لا أما رئيس قانون، هذا أما رئيس جمهورية أو رئيس القوانين. خلي كمل الفكرة ماله الدكتور نبيل. إما تقترح من الحكومة وتقدم للمجلس لتشريعها، هذا طريق، أو رئيس الجمهورية أو 25 أو اقتراح من مجلس النواب. من يرفع الى مجلس الوزراء حتى يقرر. دكتور عدنان خليه يكمل يعني الفكره ماله ونناقشها. فكره القوانين لماذا؟ هو لاداره الشؤون العامه، يعني ما يصدر قانون الا اذا كان في مصلحه العامه. صحيح. حتى يدار شان من الشؤون العامه، وبالتالي الاليات، وبالتالي يجب ان تتعاون كل هذه الجهات حتى ينبثق هذا القانون وياخذه الى النور. هذه الصلاحيه من مجلس النواب اخذت، من اخذتها الحكومه
الحكومة الكل مشارك بالحكومة. الحكومة دعني الكل مشارك بالحكومة. تكلمت الدكتور عدنان السراج إنه التيار الصدري وأيضا قائمة العراقية والأكراد كلهم مشاركين بالحكومة. من أخذها؟ أنا أتفق. من أخذ هذه الصلاحيات؟ مع زميلي دكتور عدنان في شيء واحد. أخذها رئيس الوزراء أم الحكومة؟ أن يعني الحكومة إذا لم تكن كفوءة منسجمة، الوزراء على قدر من الكفاءة والقدرة على إدارة هذا العمل والعمل ككابينة، ليش سموها كابينة يعني فريق واحد عمليه. لن تنجح هذه الحكومة. وممكن يعني ممكن أن يكون هناك وزير من الوزراء ممكن أن يفرض هيمنته على الحكومة. وزير دفاع إذا كان وزير دفاع قوي وقادر على فرض هيمنته ورؤاه على الحكومة ممكن أن يأخذ الحكومة إلى اتجاه آخر، أي اتجاه آخر. أو وزير اقتصاد إذا كان وزير اقتصاد قوي. لا لكن المشكلة اللي مرت لكن المشكلة اللي مرت بها الحكومة الشراكة الوطنية هي أيضا يعني وزراء غير كفؤين في مناصب، وزراء غير مثلا نشوف وزير هو علوم سياسية في وزارة معينة، طبيب بيطري في وزارة معينة. وتحدث الدكتور يعني عدنان السراج أنه رئيس الوزراء ما كان له حرية كافية باختيار اختيار يعني هذا اليوم إذا نتحدث عن حكومة شراكة وطنية، هل راح تنتج لنا نفس حكومة تسابق هذه الحكومة الضعيفة اللي أكيد كان لها سلبيات على المواطن العراقي؟ أنا أتفق مع وجهة النظر هذه. يعني أنا حتى أحاسب رئيس الحكومة نعم. يجب أن أعطيه شيء من الحرية في اختيار هؤلاء في اختيار الوزراء. لكن يعني معظم التركيبة التي قامت عليها الأوضاع يعني من 2003 وحتى الوقت الحاضر هو هذه الآلية، وللأسف يعني بدأت تكرس كمحاصصة اللي هي القد وزير والوزير أجيب. لكن يعني هذا اليوم الشراكة أيضا راح تكون محاصصة. اليوم على جميع الكتل أن تعيد يعني تعيد النظر في هذا الموضوع. حتى إذا افترضنا أن من حقها أن تأتي بوزراء أو تقترح وزراء، فيجب أن تختار المناسب والأكفأ لكي يعمل مع رئيس الوزراء. رئيس الوزراء أوكي، الآن الأستاذ عدنان يطرح، وهذه طبعا وجهة نظر طبيعية جدا وموضوعية جدا نعم. أيضا أن الوزراء لم يتعاون وزير الفلاني أو وزير الفلاني أو وزراء الكتل الأخرى، كان يفترض على رئيس الوزراء أن يخرج ويقول بصريح عبارة وأمام مجلس النواب: هؤلاء الوزراء لا يتعاونون، لا يعملون مع الحكومة بالشكل الذي يمكن للحكومة أن تستطيع أن تنفذ القرارات والقوانين وتتخذ إجراءات وإلى آخره. وإذا يعني إذا ما كان هناك إمكانية لتغييرها، يعني أنا أفترض أنه أنا في مؤسسة وغير قادر على إدارة نعم. هذه المؤسسة بسبب هذه التركيبة غير هذا، أنا أعتذر لأنه هذا الفريق غير منسجم، أنا غير قادر على أن أنجز شيء مع فريق كهذا. كان ممكن أن يحرج مجلس النواب ويضطر مجلس النواب إلى إعادة النظر، يقيل الوزراء، يحاسب الوزراء ويقيلهم ويأتي بوزراء أخر جدد ممكن أن يشكلوا حكومة فاعلة قادرة على أن تخرج البلد من أزمات. دعني أنتقل إلى الدكتور عدنان السراج. دكتور عدنان، المعارضين يعترضون على نقطة مهمة جدا هي التفرد بالسلطة، وهذه النقطة تحدث بها عدد كبير من الكتل والقوائم التي حصلت نتائج جيدة في البرلمان العراقي. طبيعة بالحكم، طبيعة الحكم في العراقية طبيعة دستورية برلمانية، بمعنى عندنا مجلس النواب وعندنا مجلس الاتحاد نعم. يجب أن يكون هذا موجود، وعندنا قضائي وعندنا تنفيذي. من يكون التنفيذي بالتأكيد في كل دول العالم التنفيذي رئيس الوزراء هو محل أنظار الناس، لأنه تدرين الاحتكاك المباشر بالتنفيذ وبالعمل رئيس وزراء. في الدول اللي تعتمد على النظام البرلماني يجب أن يكون مجلس النواب قوي، ومجلس النواب مع الأسف لكن حذر الدكتور نبيل أنه تهميش لدور مجلس النواب. ليش تهميش؟ ليش إذا هو قوي؟ ليش من يهمش؟ إذا يطلع عند رئاسة مجلس النواب كانت رئاسة غير واضحة المعالم وأيضا فاشلة في إدائها، والسيد النجيفي لن يكون موفقا بالمرة في إداء مجلس النواب. يعني في مرة من المرات استغربت وأنا أشوفه يوقف بعد أحداث الحويجة يقول أنا مثل السنة، وبالتالي أصبح أنه خارج سياقات العمل النيابي نعم. ثم أنه عنده مشاكل في داخل مجلس النواب لن يستطيع. لكن قبل ما أنتقل إلى الاتصال مع النائب محمود عثمان، أريد أتحدث نقطة مهمة. حكومة الأغلبية السياسية هل ستنتج
أيضا مزيد من التأزم وأيضا الوضع السياسي الحرج اللي شاهدناه في السابق؟ إذا الكتل السياسية تملك من القوة والإمكانية بحيث تحرج الحكومة، نعم تعمل نفس الطريق، أسلوب الإسقاط وليس أسلوب إصلاح. إذا كان مؤمنة بحكومة الأغلبية السياسية ومؤمنة بالمعارضة السياسية وتريد أن تساهم في دفع الحكومة للأمام، بالتأكيد راح يكون نجاح. أما إذا تريد الإسقاط بنفس الأسلوب اللي هذا، ممكن تشكل عقبات، ولكن ليس العقبات حكومة الشراكة. دعني أنتقل إلى الاتصال. اهلا وسهلا بك، ينضم لنا الان النائب عن التحالف الكردستاني سيد محمود عثمان. اهلا وسهلا بك سياده النائب. اهلا مرحبا سياده النائب. هل تعتقد ان حكومه الاغلبيه السياسيه هي الحل للوضع العراقي في المرحله القادمه؟ واريد اعرف رايك، هل فشلت حكومه الشراكه في المرحله السابقه؟ والله يعني أنا في 2010 كنت أنصار حكومة الأغلبية، لأنه أنا لا أتبرغان إذا ما هي معارضة. أعتقد من الأفضل إيجاد حكومة الأغلبية. أنا كنت يعني من أنصار حكومة الأغلبية في 2010، لكن صارت حكومة شراكة هكذا سميت، بس لم تنجح لأنه يعني خلافات ومحاصصة ومشاكل. الآن أيضا أنا في تصوري وضع العراق ما مستقر كما يجب، ولا ديمقراطي من المعنى المطلوب، ولهذا حكومة الأكثرية ما أعتقد تكون ناجحة كثيرا، لأنه الأكثرية ما تحترر بوجود المعارضة كما يجب، والمعارضة ما تحترر بالأكثرية، لأنه إحنا مو في ديمقراطي نشوفهم كلهم في نفس الحكومة وبخصوم داخل الحكومة. أنا في رأيي مو كثير ناجحة، الفكرة جيدة لكن ما أعتقد تنجح، ولهذا قد ترجع الأطراف يعني الشراكة. يعني أريد أفهم سيادة النائب، الشراكة لم تكن ناجحة، يعني أنت تحدثت أن حكومة الشراكة غير ناجحة، هل حكومة الأغلبية السياسية ستكون ناجحة؟ ما أعتقد ممكن حكومة أغلبية سياسية، لأنه يعني حكومة أغلبية سياسية وجود معارضة صير في جو ديمقراطي، في جو واحد يقبل الثاني وواحد يفهم الثاني، ما تصير خصومات ومشاكل بينهم. جو العراقي في الوقت الحاضر ما واصل يعني لهالدرجة، دائما توجد مشاكل بين الأطراف المعنية. وإذا أنا رأيت تلاحظون يعني ما حد يريد يكون من المعارضة، كلهم يريدون يصيرون السلطة، لأن يتخوفون من انه اذا صار بالمعارضه ممكن السلطه تسوي اجراءات ضده وتصير مشاكل بها. يعني هذا ما موجود هسه في كل لسان، ايضا الكل يشاركون في الحكومه، وهذا غير طبيعي انا في رايي. سياده النائب، هذا اللي تتحدث به هو لسان حال التحالف الكردستاني ام رايك الشخصي؟ لا انا هذا رايي الشخصي، وكان هذا رايي الشخصي في 2010. التحالف الكردستاني بشكل واضح الكردستاني كلهم يريدون حكومة شراكة. نعم. لكن سيادة النائب، أنت حكمت عليها بالفشل. والله كانت أنا ما حكم، مو شرط يعني مستقبلا يكون، بس الحكومة خلال 4 سنوات الماضية حكومة شراكة أنا ما أسمي فشل، بس لم تنجح كما يجب، لأنه يعني دائما داخل الحكومة خصومات ومشاكل، وطرف ما منسجم مع طرف آخر، ثقة ضعيفة بينهم، فما نجحوا كثير حقيقة. الشراكة تحولت إلى محاصصة يعني. لكن أريد أعرف، هل يستطيع الداعون إلى حكومة الأغلبية السياسية تجاوز الكتلة الكردية وتشكيل الحكومة القادمة؟ لا أدري، هذا ما سننتظر لنرى يعني بعد النتائج، شوف الانتصارات وين توصل، القوائم تتفق ما تتفق، كيف تتفق، يعني ما عندي تنبؤ واضح، لكن يجب ان ننتظر لنرى كيف ستتطور. لكن اكيد اكو نتائج اوليه سياده النائب، وتقدرون ترسمون الصوره يعني للخارطه الكرديه الكردستانيه. مو انا مشكله شو، انا شخص مستقل، انا ما امثل جانب الكردستاني حتى اقول هيك، ولكن جانب الكردستاني ايضا قوائم، كل حزب عنده قائمة، المفروض يجتمعون فيما بينهم بعد اعلان النتائج، يوحدون سياساتهم بعد ان كطرف واحد يتصلون بالاطراف الاخرى عندها
عندما تبدأ الحوارات بين الأطراف بطبيعة الحال تبين الأمور، هل ممكن حكومة شراكة وأكثرية أو أي شيء اللي ممكن أغلبية الناس يتفقون عليها. لكن هناك تصريح مهم للسيد مسعود البرزاني يطلب بحكومة شراكة وطنية، وإن كانت غير حكومة شراكة وطنية سيعلن الانفصال أو هدد بالانفصال. ما هدد بالانفصال، يعني ما أعرف ليش أنت تخوفون من كلمة الانفصال. يعني هو الكرد لهم الحق في تقرير مصير، لهم الحق في دولة. الكرد في تركيا ما عندهم حق، في إيران ما عندهم حق، في سوريا ما عندهم حق، في العراق عندهم حقوق دستورية لكن تطبيقها صار صعب. فمن حقهم أيضا هم إذا قدروا يستقلون يسوون دولة يسوون كيان. بس ما لكن هذا اليوم نحن ندعو إلى الشراكة وأنتم تدعون الانفصال. في العراق تجربات السابقة من أشهر، هذا هو قال في كلامه أنه إذا نفس المشاكل القديمة مستمرة قد لا نستطيع أن نكون جزء من الحكومة وتكون عندنا خيارات أخرى. هذا اللي قاله أنا سمعته. سيادة النائب، هل الأجواء الإقليمية والدولية مهيئة لهذا الانفصال؟ لا طبعا. إذن هذا التصريح شلون نقدر نتعامل وياه؟ هذا التصريح طبيعي يعني يقول لك إذا الأمور استمرت كما كانت إحنا قد يكون عندنا خيارات أخرى. نرجع لشعبنا، ما قال إحنا ننفصل ونطلع وشي. أنتوا تفسروا هيك بالغلط. لكن طلب بحكومة شراكة وطنية ويكون الأكراد لهم حقوق بهذه الحكومة القادمة. الخيارات مفتوحة يعني ليش أنتوا تفسيركم غلط للناس، قراءتكم مو صحيحة ما قال يعني. شكرا جزيلا لك سيادة النائب محمود عثمان، شكرا لك لانضمامك إلى برنامج الحدث الانتخابي. شكرا لك دكتور نبيل، شنو رأيك باللي تحدث به أستاذ محمود عثمان؟ يعني أنا اسمحي لي بس أريد أوضح نقطة الأخي العزيز دكتور عدنان. السيد رئيس مجلس النواب لم يقل يوما أنه يمثل السنة تحديدا، وكنا نتذكر موقف السيد النجيفي في أول يوم عندما انتخب وقال أنا أمثل الشعب العراقي ولا أمثل قائمة معينة أو جهة معينة. وقف مع الحويجة لأنه الحويجة كانت يعني مأساة إنسانية بحق ناس تظاهروا من أجل حقوق مشروعة، ولذلك وقف منهم ووقف أيضا مع البقية الذين نادوا بحقوق مشروعة. وسواء كانت من هذه الفئة أو من تلك، أنا أستطيع أن أؤكد لك أنه سيقف مع أي مجموعة يمكن أن تنتهك حقوقها أو كرامتها، سواء كانت من هذه الجهة أو من تلك. لكن نرجع فقط للتوضيح، نرجع إلى ما تحدث به النائب محمود عثمان. يعني الأخوة الأكراد وتحديدا حديث السيد البرزاني، أنا شخصيا غير مقتنع أنه الخيارات الأخرى تذهب باتجاه الاستقلال. لكن أيضا هو يطالب بحكومة شراكة وطنية. هو طبعا من حق الكل أن يشارك في إدارة الشأن العام، يشارك في الحكومة، يشارك في السلطة إلى آخره بدرجات متفاوتة حسب يعني خلينا معايير. نعم. إذا كانت هناك معايير يمكن أن تطبق على الجميع بدون استثناء، أعتقد راح يعني تتشكل مثل هذه الحكومة ويكون بمقدور رئيس الوزراء أيا كان القدرة الكبيرة على إدارة الحكومة، وسوف تنتج ما ينتج عنها سياسات وقرارات مهمة جدا. نعم. ممكن أن تصلح الشأن العام. لكن إذا ذهبنا بالاتجاه الآخر يعني الذي سارت عليه سواء الحكومة أو الكتل السياسية بالترشيحات للوزارات وإلى آخره يعني كل الإشكالات اللي صارت، بالتأكيد لن تنجح. لكن يعني بشأن المسألة أعتقد يعني هذه الخيارات الأخرى يعني ربما يعني يكون الابتعاد عن المركز يعني أكبر بكثير. لكن ما أعتقد الانفصال ما تصلح وقضبط سياسية. لا أعتقد أنه حتى أنه السيد مسعود أنه قصده فيه. دعنا ندخل إلى السيد الدكتور عدنان السراج. دعنا نتكلم عن موضوع مهم واللاعب الرئيسي الدول الإقليمية. يعني هل ممكن أن تقبل بحكومة أغلبية سياسية؟
يعني الدول اللي لها مصلحه انه تجد نفس تجد انها في موقع انه العراق يجب ان يكون مستقرا بالاخير تقبل، يعني ايران تقبل العراق مستقر وامريكا تقبل بحكومه اغلبيه تقبل سياسيه تقبل وتهميش الاكراد وتهميش الجهات الاخرى. لا هي الاكثر ما تهمش. انا بس يمكن في التعليق سريع على الاستاذ محمود عثمان، اكو قضيه المشاركه الكرديه ككتله، اكو نقطتين يجب ان تعالج في هذه القضيه. الحكومه لا يمكن حكومة الأغلبية أن تدخل كتل سياسية وترشح ممثلين عنها، إنما هي تكون في داخل مجلس النواب وبالمفاوضات السياسية يمكن أن ترشح أسماء وليس كتل. نعم. يعني تدخل الكتل ما سوينا شيء، رجع على نفس النقطة. ثانيا السيد مسعود البرزاني، وأنا أقوله بملء فمي وأنا متأكد من هذا كلامي، هو يعتقد أن حكومة المشاركة اللي جات فيها الكتل فاشلة ولن تنجح، وقام من يحاربها لن تنجح، كيف يمكن أن يعيدها نفس المنوال؟ لكن هذا اليوم يطالبون بحكومة شراكة وطنية وعدم تهميش القائمة الكردية. هذه الانتخابات ما بيها تهميش، مجلس النواب ما تقدر تهميش كردي أو سني أو تركواني أو شيء. أنا أقصد بالحكومة. حكومة ما بيها تهميش، حكومة تشكل قلنا تطلع من رحم الدولة من رحم مجلس النواب وتشكل الحكومة حسب نوعية الحاكم اللي يحكم مجلس الوزراء وحسب الوزراء اللي هم تتواصل بهم معايير مصدرة، وهذا اتفقنا عليه. أنا أقول اليوم بالتأكيد الأكراد وخصوصا السيد مسعود برزاني لن يكون في يوم ما في هم أن تنجح حكومة بغداد، لم يكن في أي وقت من الأوقات، كلها مناكثات وكلها صراعات. يعني أنا أفهم من كلامك أنه كان السيد مسعود البرزاني ضد نجاح حكومة بغداد، أحد الأخطاب الرئيسيين في الوقوف أمام حكومة المالكي، وجعلها قضية مالكي وقضية مركز والإقليم، وجعل نور المالكي عدو للأكراد وجعل القضية. لكن أفهم من كلامك أنه بالحكومة الأغلبية السياسية سيكون. نعم. السيد مسعود البرزاني بعيدا عن حكومة الأغلبية السياسية. لا ليس بعيدا، هو زعيم ولم يكن بعيدا، ولكن هذا ما أفهمه من كلامك أنه بسبب المناكفات وبسبب الصراعات في إداء الحكومة. الحكومة يجب أن تكون مراقبة من مجلس النواب، وهو بعدهم ناس في مجلس النواب يجينا كردي تكنوقراط. نعم يجي وزير، هذا ما يدخلنا بأزمات أبداً جديدة أبدا ولا يدخلنا في أزمات الحكومة. إذا نجحت، إذا الحكومة نجحت يعني الناس رضت، احنا ما علينا بالإقليم إذا كحكام، احنا علينا بالناس. إذا الحكومة أنجزت وانطت المنجزات واحدة بعد الثاني، ما أعتقد سياسي يقدر يستطيع أن يقف أمامها الحكومة. الكل في المنجز والشعب يريد منجز. لكن أريد أفهم من كلامك أنه الإقليم لم يدخل في حساباتكم في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية؟ لا دخل. ليش دخل في حساباتنا والرسائل وجهت لهم، ولكن بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، هذه غير مقبولة ومرفوضة 100%. راح نرجع على نفس الطريقة أن تفرض الكتلة وزراها ولا يستطيع رئيس وزراء من حسب الكتلة. ثانية مسألة الانفصال الأماني، نحن في بلد لا نتكلم بالأماني، نحن نتكلم بالمشاريع، دستورنا الدستور العراقي يقول العراق دولة تعددية. أنا أمنيتي يبقى العراق واحد، أنا مو أمنيتي ينفصلون الأكراد، لأنه إحنا عايشين فترات طويلة. لكن البعض افتهم حكومة الأغلبية السياسية يتهميش بعض الجهات وبعض من نعبر قضية التهميش داخل العملية السياسية، وكان لهم وجود في الحكومة السابقة. شوفوا أختي اليوم خلينا نحكي على حكومة الأغلبية. حكومة الأغلبية احنا عندنا 18 محافظة، كم محافظة عندنا؟ احنا عندنا محافظات سنية وعندنا محافظات شيعية وعندنا محافظات مختلطة وعندنا محافظات كردية. اليوم ترى الميزان، ميزان العمل للمحافظات، إذا أنت من خلال هذه الحكومة همشت محافظة من المحافظات على حساب الميزانية وعلى حساب، إذا معنى أنت همشت منطقة معينة. لكن نقطة مهمة قبل ما ننتقل إلى الدكتور نبيل، يعني والله هذا المواطن احتار، يعني يسمع من الحكومة أنه عدد كبير من الكتل عرقلت عمل الحكومة، وأيضا يسمع من عدد من الكتل وأيضا من السيد مسعود البرزاني تهميش هذه الكتل وأدوارهم، والبعض يقول البرلمان عطلهم. يعني هذا المواطن احتار والله العظيم محلولة بهذه الصراعات السياسية، نريد نتخلص من الأزمات ومن الصراعات السياسية. محسومة، هاي محسومة، مواطن فهمها. الثانية اللي أقول لك، الآن أنا والدكتور نبيل وأنتي متفقين على أنه الحكومة هي اللي تدير الدولة، مو شي هي اللي تحقق الشغل. الدولة ما دام هي قاعد تقرر تقول لك أنا ما أقدر أشتغل، فالمواطن يباوع على الدولة ما يباوع على الكتل السياسية الأخرى. يعني الكتل السياسية إنما مشروعها كان مشروع إسقاط الدولة والحكومة، يعني أنت ما مشاركتنا بالحكومة ولا أنت منطقتنا شيء. ما يسألون يا بالميزانية شلون تتقسم الميزانية. نعم. جنور المالكي يحرم الأنبار ونينوى مثل أكيد راح يكون عندنا حلقة كاملة عن الميزانية، لأن هذا لموضوع مثلا خاص. لا لا لا، إذا دخلناها بعنوان التهميش هو التهميش اليوم الوقت ما راح يكفينا دكتور آسفة، خلي أنتقل إلى الدكتور نبيل. دكتور نبيل، في حال نجح التحالف الوطني في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، شنو أوراقكم للضغط على من تشكيل هذه الحكومة ومنعهم؟ يعني ليش مفترض انه احنا اذا حكومه ستنجح في تقديم الخدمات للناس ستكونون معارضه ام راح تضغطون عليه حتى لا يشكل الحكومه الاغلبيه السياسيه؟ مفهوم المعارضه في العراق، حتى نكون صريحين وواضحين، مفهوم المعارضه في العراق لن ينجح.
المعارضة في كل دول العالم يؤخذ رأيها وهي في المعارضة في كثير من سياسات الدولة وقراراتها، خاصة في القضايا المهمة الأساسية، الاقتصاد، الدفاع، الأمن، إلى يؤخذ رأي المعارضة وهي معارضة. في العراق في هذه الأجواء المعارضة منسية، يعني لن يلقي لها أحد بالا، ولذلك ولذلك لا لا ما جربناها، لا لا انا متاكد انا متاكد لا ما جربناها حتى خلي قبل ما يعني اللقاء مالي اخي العزيز عدنان، احنا بال يعني في مجلس النواب وفي نوع من المشاركه في الحكومه، ومع ذلك يعني على سبيل المثال ما حدث في الانبار لم يؤخذ راي الكتل السياسيه، يعني كان يفترض ان الحكومه تقول، تجمع الكتل السياسيه وتقول لدينا مشكله في الانبار، لدينا مجاميع مسلحة، إرهاب إلى آخره، نحن بصدد اتخاذ قرار أمني كذا وكذا وكذا، ما هو الرأي؟ يفترض أن يكون مثل هذا التشاور في دقيقة، فكيف في إذا أقل كنا من في دقيقة دكتور. أفهم من كلامك تهميش الكتل والتفرد بالقرار، أفهم من كلامك؟ يعني المرحلة السابقة نعم شهدت تهميشا للكثير من الكتل السياسية، تفرد كبير بالقرار لا سيما الأمني، وهذا هو اللي أوردنا يعني هذا المورد. شكرا جزيلا. يعني في أقل من دقيقة دكتور. أنا أتصور الحكومة أدت واجباتها وحاولت أن تنجح، ولكن مجلس النواب لم يكن بالمستوى المطلوب، والكتل السياسية حاولت التسقيط على الإصلاح. شكرا جزيلا، نحيي ضيوفنا على مساهمتهم ويانا بحلقة اليوم، كل من الدكتور عدنان السراج عن ائتلاف دولة القانون، والدكتور نبيل محمد سليم عن كتلة متحدون للإصلاح، كما نشكر النائب عن التحالف الكردستاني السيد محمود عثمان، وأنتم مشاهدين الأعزاء شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.